بحث أمير غرفة عمليات عمر المختار اللواء سالم الرفادي مع عميد بلدية درنا حميدة تربح خلال اجتماع لهم سبل تسهيل دخول السيولة النقدية للمصارف التجارية في مدينة درنا اليوم وفق المخصصات المالية المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي البيضاء ليتسنى للمواطنين الحصول على مرتباتهم. كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره رئيس جهاز أمن المنشآت والمرافق المقدم صالح بودرويشة آلية دخول الاحتياج الإنسانية للسكان والوضع الأمني في المدينة. وأشاد تربح بدور آمر غرفة عمليات عمر المختار ورئيس جهاز أمن المنشآت في تسهيل حصول أهالي درنا على الخدمات الإنسانية والأدوية والمواد الغذائية وتقديم النصح والمشورة والتعاون وضمان إيصال السيولة النقدية إلى مستحقيها وتأمين دخولها.